مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد اشور. موضوعنا اليوم عن الملك الاشوري سرجون الثاني. قبل ان نبدأ ارجو منكم دعم القناة باشتراك واعجاب وتعليق. حكم الملك سرجون الثاني 18 عاما من 721 الى 705 قبل الميلاد، بعد ان خلف الملك شلمنصر الخامس. ولا يعرف علاقته بهذا الملك وكيف تسلم الحكم، اذا كان احد ابنائه او اقربائه أو أنه قد انقلب على الحكم، وربما كان أحد أبناء تغلط بلاصر الثالث. ولا يعرف أيضا اسمه الحقيقي، حيث أنه بعد أن تولى الحكم اتخذ اسم سركون أو شاروكين بالأشورية، ومعنى هذا الاسم الملك الشرعي أو الحقيقي. والذي أول من اتخذ هذا الاسم كان سركون الأكدي، الذي سبق حكم سركون الثاني بأكثر من 1600 عام. ومهما كانت الطريقة التي وصل فيها إلى الحكم، فإن سرجون الثاني قد أسس سلالة حاكمة قوية حكم ملوكها إلى آخر عهود الإمبراطورية الأشورية الحديثة، حيث حكم من بعده أبناءه وأحفاده، وهم سنحاريب وسرحدون وأشور بانيبال. وسميت هذه السلالة الحاكمة بالسلالة السرجونية. وقضى سرجون الثاني السنة الأولى من حكمه في إخماد بعض الاضطرابات التي ظهرت في بلاد أشور، ولا يعلم ما هي تلك القلائل، سوى أن سرجون نفسه يخبرنا بأنه حرر أهل أشور من التجنيد القسري ومن جبات الضراب في نص أدبي يسمى بميثاق أشور، حيث كانت سياسات سلفه شلمنصر الخامس في مجال الضراب والتعامل مع العمال تحظى بتنديد شديد بين الأشوريين، وربما كان ذلك السبب في إطاحته عن العرش الذي استمر عليه لمدة 5 سنوات فقط، وتفرغ بعد ذلك لمعالجة قضايا مهمة في الأقاليم التابعة. نشأ البعض منها من جراء تبدل الحكم، ونتج البعض الآخر عن فتوحات الملك السابق تغلط بلاصر الثالث البعيدة في بلاد إيران وتضييق الخناق على الدولة العيلامية، كما أن الاستيلاء على سوريا وفينيقيا وفلسطين انتزع من مصر أهم مصادر مواردها الاقتصادية واتصالاتها البرية والبحرية، بالإضافة أيضا إلى أن دولة أوروراتو كانت تتحين الفرص للتخلص من النفوذ الأشوري، مما جعل هذه الدول حلفاء طبيعيين ضد الأشوريين. وبدأت بوادر ذلك تدخل عيلان في شؤون بابل وتدخل مصر في سوريا الساحلية بتحريض أهلها على الثورة، وقد أثمرت سياسة التدخل والتحريض ثمارها، الأمر الذي جعل من حكم سرجون سلسلة متتابعة من الحملات الحربية لإخماد ثورات الأقاليم التابعة إلى الإمبراطورية الأشورية. ففي بابل استطاع المدعو مردوخ بلادن أن يستقل في بابل بتحريض ومساعدة من العيلاميين، واعتلى عرش بابل في العام الذي اعتلى فيه سرجون الحكم. فصمم سرجون على ضرب هذا الثأر، وبدأ بغزو بلاد عيلام نفسها في العام 720 قبل الميلاد، واصطدم الطرفان عند مدينة الدير عند الحدود العراقية الإيرانية. ويبدو أن نتيجة المعركة لم تكن لصالح سرجون، حيث حكم مردوخ بلادن بلاد بابل لأحد عشر عاما. فقد اضطر سرجون إلى الانسحاب من هذه الحرب لمعالجة الموقف الناتج عن الثورات التي اندلعت في سوريا، إذ بادر إلى إرسال حملة ضخمة في عام 720 قبل الميلاد إلى تلك الجبهة، واستطاع أن يسحق حلف عسكري بزعامة ملك حماة المسمى إيلو بعدي مدعوم من الجيش المصري. وجرد سرجون عام 713 قبل الميلاد حملة أخرى إلى بلاد إيران، استولى فيها على عدة أقاليم ومدن مهمة في كرمنشاه وهمذان، بعد أن ثارت القبائل الإيرانية والميدية على حكم أشور بتحريض من مملكة أوروراتو، ونجح في إخماد هذه التمردات ونال نصرا كبيرا. وهذه الحملة عرفت باسم حملة سرجون الثامنة في عام حكمه الثامن، التي دونها على هيئة رسالة إلى الإله أشور بصفته تقرير حربي من قائد الجيش أي سرجون الثاني إلى الإله أشور الذي كان الحاكم الحقيقي لبلاد أشور. وتعتبر هذه الرسالة من روائع الأدب الأشوري، لما تملك هذه الرسالة من مستوى كبير ورفيع من الأسلوب الأدبي، يتجلى ذلك بوجه خاص في الوصف الشعري الرائع للجبال والأنهار والغابات التي مرت بها جيوش سرجون وما لاقته هذه الجيوش من أهوال ومصاعب. وكانت من أشرس الحروب التي خاضها سرجون تلك التي شنها على مملكة أوروراتو،
فقد قضى الملك تغلط بلاصر الثالث وقتا طويلا لإخضاعها، لكن بسبب طبيعة بلادها الجبلية لم ينجح تماما في إخضاعها. وفي عهد الملك شلمنصر الخامس الذي كان ضعيفا، نجحت هذه المملكة في عهد ملكها روساس بالنهوض مجددا، وشكلت قوة كبيرة هددت الأشوريين. ففي عام 715 شنت هذه المملكة حملة عسكرية كبيرة نجحت بالسيطرة على 22 مدينة أشورية حدودية مع أوروراتو، والتي استعادها سرغون بسرعة. وأدرك سرغون خطورة الموقف، لذلك خطط لهزيمة أوروراتو بشكل نهائي. وكان الجيش الأشوري معتادا على القتال في السهول، مما زاد تعقيد هذه المهمة، لذلك خطط سرغون لهجوم مفاجئ. ففي عام 714 قاد جيشه بحذر متحاشيا مراكز القوة للعدو لكي يفاجئهم من الخلف في المناطق السهلية غرب بحيرة أرميا. وكتب سرغون على هذه الحملة: تلوح في الأفق منحدرات غير مألوفة مغطاة بالغابات الكثيفة حيث ينتظر أعداء مجهولون. غابات الأرز على المنحدرات الجبلية تشبه تلك التي غامر فيها الجلجامش منذ سنوات عديدة. كانت تأوي عدوا أكثر رعبا لأنه لم يكن مرئيا. وكان الجيش الأشوري منهكا بعد المسير الطويل في الجبال الوعرة، وقد كتب سرغون عن ذلك: تحولت معنوياتهم إلى تمرد، لم أتمكن من تخفيف تعبهم ولا ماء لإرواء عطشهم. وبعد أن تجمعت قوات أوروراتو لمواجهة الجيش الأشوري، رفض المقاتلين الأشوريين الاشتباك مع العدو بعد أن استنزف سرغون قواهم، وكان التراجع مستحيلا. لذلك تقدم سرغون إلى القوات الأمامية لجيشه وشن هجوم انتحاري على أحد أطراف جيش روسس، مما شجع بقية الجيش الذي التحق به، ما شتت ودمر القوات الأوروراتية ورغمها على الانسحاب إلى مناطقهم الجبلية غرب بحيرة أرميا. وتخلى روسس عن عاصمته دور-شوبا، ومع هزيمة أوروراتو عاد سرغون إلى أشور بعد أن غنم أطنان من الذهب والفضة. وكتب سرغون عن أنه بعد سماع روسس عن هذه الخسائر قام بغرز خنجر في قلبه. كما وجه سرغون حملات كبيرة على دولة كركميش عام 717 قبل الميلاد، وقضى على استقلاله. وكانت هذه المملكة ذات الموقع المهم على نهر الفرات، غنية للغاية لدرجة أن كمية الفضة التي غنمت من هذه المملكة حولت الاقتصاد الأشوري من الاعتماد على البرونز إلى الاعتماد الكامل على الفضة. كما أرسل أيضا في السنوات التالية عدة حملات على آسيا الصغرى، قضت على استقلال عدة دويلات مثل كيليكيا وفريجيا. كما تسلم سرغون الهدايا من ممالك جزيرة قبرص التي سماها ياتنانا، التي كانت تملك 7 ملوك، وقام لنفسه مسلة وجدت في لارنكا في قبرص. وخلاصة القول بأن سرغون الثاني كان سيد الموقف من بعد انتصاراته في مختلف الميادين، حيث أخضع بلاد الشام وقضى على مردوخ بلادن وأعاد بلاد بابل إلى السلطة الأشورية. لم يستقر سرغون في عاصمة واحدة من العواصم الأشورية، ففي بداية حكمه اتخذ مدينة أشور عاصمة لإمبراطوريته، ثم انتقل إلى نينوى بالإضافة إلى العاصمة العسكرية كالخو، ثم اتجه أخيرا إلى تأسيس مدينة جديدة، فاختار لذلك موضعا جديدا عند قرية قديمة اسمها مكامبا على بعد 15 ميلا شمال شرق نينوى. فشرع في وضع أسس المدينة الجديدة في عام 717 قبل الميلاد، وقد سماها باسمه أي دور-شاروكين، معناها حصن سرغون، وجعل شكلها مربعا تقريبا كل ضلع منه طوله الميل واحد، وصورها بسور ضخم، ووضع للمدينة 7 بوابات كل منها سمي على اسم إله أشوري على غرار بوابات نينوى. وزينت هذه البوابات تماثيل ضخمة من الثيران المجنحة ذات رؤوس البشرية، وكانت بمثابة الجن الحارس للمدينة، وسميت باللاماسو. وكانت شوارع المدينة مستقيمة ومتقاطعة تشبه نظام الطرق الذي اتبع في المدن الرومانية. وشيد قصره فوق تلة ارتفاعها 50 قدما، وكان قصرا واسعا يحتوي على 200 غرفة و30 ساحة. كما شيد في المدينة المعابد للآلهة وبرجا مدرجا ذا 7 طوابق، كل طابق منها ملون بلون خاص ويرقى إليه بمدرج حلزوني يدور حوله. وزين القصر الملكي بأنواع الزخارف مثل القاشاني المزجج الأزرق،
والمزخرف بالصور والرموز المقدسة، بالإضافة إلى الثيران المجنحة التي كانت تزين المداخل، وألواح منحوتات حجرية كثيرة منحوتة بالمشاهد المختلفة والمنقوشة بالكتابات المسمارية الأشورية. وكان طول هذه المنحوتات لو وضعت جنبا إلى جنب لبلغ طولها 1.5 ميل. إنما اكتشف من مدينة سرغون أضاف أشياء مهمة إلى معرفتنا بما بلغه فن البناء والعمارة الأشورية وخطط المدن وفن النحت وصناعة المجوهرات والزجاج، وبلغت مهارتهم في سبك المعادن وصبها درجة كبيرة، ولا سيما سبك معدن البرونز الذي صنعت منه الأسود والثيران. وبلغ البذخ في بناء هذه المدينة لدرجة أنه كان هناك 26 ثورة مجنحة في المدينة يزن كل منها 40 طن، وهي من أجمل وأدق التصاميم الأشورية، وتوجد اليوم في أكبر المتاحف العالمية. وعثر في مخازن القصر على آلات وأدوات حربية من الحديد يبلغ وزنها 200 طن، وقد أكمل بناء المدينة بعد 10 أعوام، لكن لم يتمتع بانيها بالسكن فيها لمدة طويلة، إذ أنه توفي بعد أتمام بنائها بعام واحد في عام 705 قبل الميلاد، وحكم من بعده ابنه سنحاريب الذي نقل العاصمة إلى مدينة نينوى وأهملت دور شاركين بعد ذلك. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد.